بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي متابعي قناتنا الإرشادية، في هذه الحلقة ونزولا على رغبة كثير من المتابعين من الأخوان الأفاضل، كانوا يرغبوا يشوفوا نتيجة التطعيم اللي أجريناه في السنة الماضية لهذه الشجرة، شجرة السدر أو النبق. احنا في الحقيقة قمنا في تاريخ 5 مارس في تطعيم هذه السنة الماضية، طبعا بتطعيم هذه الشجرة بأربع أصناف. طبعا الصنف اللي هي أساسا الشجرة عليه هي بذرية وذات جودة غير جيدة، فطلب منا أحد الأخوان الأعزاء المزارع حسين جواد آل زواد بأن نقوم بتطعيمها بأصناف ممتازة، ونظرا لحجم الساق طلب منا أن نطعمها بأربعة أصناف، والحمد لله تم رعايتها. ونجاح التطعيم يعتمد في المقام الأول على إجراء عملية التطعيم واتباع التعليمات الصحيحة، ثم المسألة الأهم هي رعايتها بعد عملية التطعيم من حيث تدعيم الطعوم بعد نجاح عملية التطعيم، والاهتمام في الري والمكافحة عن الأمراض والآفات الحشرية. والحمد لله الآن هي في موسم الإثمار، وبالإمكان نشوف الأربع أصناف اللي طعمناها في حالة جيدة، ونشوف الفروقات بينها وحالة الشجرة بعد مرور هذا الوقت تقريبا عام كامل الآن على عملية التطعيم. فأبو علي لو تركز على الثمار الآن، احنا قمنا بتطعيمها بالصنف الهندي المدور، والمعروف محليا أطلقوا عليه المزارعين بصنف الإخلاص. هذه الثمار أوضح أبو علي، هذه ثمار الصنف الهندي المدور، طبعا في بداية الآن النضج، إنما في عند اكتمال النضج تتحول الثمرة إلى اللون الأصفر الفاقع، ويمتاز بالطعم الحلو والنكهة المرغوبة، وهو صنف مبكر. أيضا عندنا أيضا صنف آخر من الأصناف الهندية اللي شكل ثمرته كمثري، لا زال طبعا هذا من الأصناف المتوسطة النضج، يعني موسمها ليس مبكر مثل ما نلاحظ. هذه الثمار لها تصبح في عند اكتمال النضج تشبه الكمثرى الصغيرة، وأيضا لها نكهة مميزة وطعم حلو، والأنسجة أو لب الثمرة غض وسهلة الهضم. عندنا أيضا طعمنا الشجرة بأحد الأصناف المعروفة اللي ما تحتوي ثمارها على بذور، ويعرف محليا بصنف أم سليم، وهذا مثل ما نلاحظ الثمار الآن عند اكتمال النضج تكون لون أصفر، أيضا يشوبها الإحمرار، ولها طعم ونكهة مميزة، وأهم ما يميزها عدم وجود النوى، يعني سيدلس إذا صح التعبير. إذا هذه الصنف الثالث هو الصنف عديم النوى أو عديم البذور. كذلك قمنا بالتطعيم تطعيم الشجرة أيضا بالصنف الرابع، وهو صنف محلي ذو جودة عالية جدا، من الأصناف القديمة في المنطقة وبالتحديد من بلدة الجارودية، هذا اللي تشتهر فيه في القرية أو بلدة الجارودية، وهو صنف ممتاز جدا، له طعم حلو وحجمه متوسط، يعني يصل إلى حجم الصنف عديم البذور أو أم سليم. مثل ما نلاحظ هنا الثمار، طبعا هو أيضا من الأصناف المبكرة. لو نظرنا إلى حالة الشجرة مكان التطعيم، نلاحظ اهتمام الأخ أبو علي حسين زواد بالشجرة. طبعا هذا عملية التدعيم أساسية حتى نحميها من التقصف، نحمي الطعوم من التقصف من الأصل،
حتى تتم عملية الالتحام. مثل ما نلاحظ هذه منطقة التحام الطعم والأصل وأصل الشجرة، تم التحام الطعوم بشكل جيد ولم تصب لا بآفات حشرية ولا أكاروسية، وكذلك لم تصاب بأي أمراض فطرية أو نيماتودية. كذلك نلاحظ عملية اللوغنج أو التتليل أو وضع الرمال حول جذع الشجرة حتى لا تلامس مياه الري جذع الشجرة وتحدث أمراض فطرية وتعفنات. إذا عملية الرعاية والاهتمام بالشجرة بعد عملية التطعيم هي العامل الأساسي لنجاح عملية التطعيم. طبعا احنا الآن رايح ناخذ تصوير قريب إلى الثمار حتى نشوف الفرق بين الثمار للأصناف الأربعة. طبعا هذا شكل الثمار، يعني بعضها وصل إلى مرحلة النضج. الأصناف الثلاثة اللي هي الصنف الهندي المدور وصل إلى مرحلة النضج، طبعا قلنا من الأصناف المبكرة. هذا الصنف الهندي المدور اللي معروف محليا بالإخلاص، وهذا الصنف اللي عديم النوى أو عديم البذور، وهذا الصنف البلدي اللي قلنا عنه من الأصناف البلدية الممتازة، وهذا الصنف الكمثري. طبعا في بدايته لازال يصل حجمه إلى 4 أضعاف هذا الحجم، ويأخذ شكل الكمثرى ويتحول لونه إلى الأصفر الفاقع. طبعا هذه أهم ما يميزها. ولو عملنا الآن اقتطاع إلى الثمرة، طبعا هذا الصنف عديم النوى، طبعا توجد فيه بذور بدون غلاف خشبي إلى البذرة، وهذا الصنف البلدي، وهذا الصنف الهندي المدور، وهذا الكمثري. يعني هذا ما أردنا إيضاحه، ونزولا على رغبة الأخوان، وشكرا جزيلا على المتابعة.